جائزة فرانس فوتبول البالون دور مؤخرا ذهبت إلى الأسباني رودري، وكثير من الانتقادات حول الجائزة وصاحب الجائزة رودري، وكثير من الناس تحدثوا أن فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد البرازيلي الدولي كان هو من يستحق هذه الجائزة. رأيك إيه؟ الحقيقة هو حاليا ما بقاش في احترام في الكرة، يعني هو وبالذات لرودريك، لاني انا شايف ان انا بالنسبة لي اللعيب ده بيلعب كويس جدا. مش شرط جنسيته تكون ايه، مش شرط يكون بيلعب فين، مش لازم يكون حد من ريال مدريد، مش لازم يكون من حد من الفرق التانية عشان خاطر ان هو يستحق الفوز او يستحق الهدية دي. انا شايف ان خلاص، يعني حد هم اختاروه باسم ما، رودريك او غير رودريك، خلاص المفروض كلنا نحترم ده ونقعد قدام التلفزيون او نقعد في البطولة او نقعد في المؤتمر نفسه نكون محترمين ونكون بنشجع اللي طالع ياخد الهدية بتاعت او ان هو طالع ياخد الهدية يعني. ولكن انا شايف ان في عدم احترام كبير، وانا من ناحيتي ومن النهاردة اقدر ان انا بقول له مبروك، وانا مبسوط طبعا باللي حصل ده، واتمنى ان دايما يبقى في احترام بعد كده للاراء واحترام للقرارات اللي بتتاخد، وما نتدخلش في القرارات اللي بتتاخد. خلاص احنا قاعدين بنتفرج على حاجه ما عندناش الفرصه ان احنا نكون جزء منها، ما عندناش الفرصه ان احنا ناخد فيها قرار، يبقى لازم يبقى في احترام للقرارات اللي بتحصل. ولكن هو كلعيب انا شايف ان هو لعيب ممتاز وبحييه كويس جدا، وبقول له انت لعيب عالمي.